الجديد والبث المباشر على الفيسبوك فجر تي في، مستمرين وإياكم في التغطية المباشرة لكل أحداث وأجواء مهرجان طول كرم الأول للزيتون. اليوم هو اليوم الثالث لمهرجان طول كرم الأول للزيتون وهو اليوم الأخير، يعني إحنا ما شاء الله الأجواء جميلة جدا رائعة جدا، ما لحقنا نفتح أبواب المهرجان وإلا كل الوفود بلشت تتجه للمهرجان، طلاب المدارس الحكومية وطلبة المدارس الخاصة، كمان طلبة الجامعات سواء من جامعة فلسطين التقنية خضوري، من جامعة القدس المفتوحة، من باقي الجامعات من خارج محافظة طول كرم، الزوار من الأهالي والمواطنين من أهالي طول كرم، كمان من باقي المحافظات. قد ما كان في صيت جميل جدا عن مهرجان طول كرم الأول للزيتون، هذا المهرجان اللي لقى رواج رائع جدا، صورة نمطية عامة كانت إيجابية عن المهرجان، قديش كان في مدى رضا من المواطنين للمهرجان، خاصة وإحنا بنتحدث عن عدد كبير من الشركات الوطنية الفلسطينية اللي مشاركة بالمهرجان، تنتج أو بتقدم المنتجات الفلسطينية الخاصة لإلهم، إحنا بنحكي عن منتجات وطنية فلسطينية الصنع، كافة المواطنين والأشخاص بلشوا يجوا على المهرجان، أهالي طول كرم عمالهم بيستكشفوا كل الشركات، في مواطنين ما كانوا يعرفوا بشركات، فإجوا اليوم لحتى يستكشفوا هاي الشركة، يستكشفوا المنتجات اللي عم بتقدمها، طبعاً إحنا بنعيد وبنركز إنه هاي المنتجات كلياتها منتجات وطنية فلسطينية، يعني قديش إحنا بندعم وبنثبت وبنرسخ مفهوم المنتج الوطني اللي لازم يكون هو الرقم الأول في الأسواق الفلسطينية وكمان في السوق المحلي في طول كرم. رح نحكي في مقابلات مع الشركات والبوثات المشاركة وإيانا، رح نحكي مع الأستاذ حسان الصيفي مدير العلاقات العامة في الشركة الإسلامية الفلسطينية للتنمية، يعني الإسلامية وجودها حاضر، وجودها شيء جميل، مشاركتها البوث الرائع اللي إلها عندهم زاوية كاملة لحتى المواطنين يجوا يتذوقوا كل الأصناف اللي موجودة وبتقدمها الشركة الإسلامية الفلسطينية للتنمية. أستاذ حسين يعطيك ألف عافية أول شيء، ما شاء الله عليكم وجودكم رائع جدا بهذا المهرجان، أول شيء بدنا نحكي شوي لكل المواطنين عن قديش أنتوا مبسوطين وعن أهمية المشاركة في هذا المهرجان. أهلا وسهلا بكم، برحب تلفزيون الفجر. إحنا بالنسبة لنا يعني نعتبر هذا المشاركة نوع من الـ 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 العرض لزبائننا ولمجتمعنا المنتجات الجميلة والجيدة التي تنتجها الشركة الإسلامية، وهو بالآخر التعريف بهذه المنتجات وتذوقها من قبل الجمهور ليحكم على مدى جودتها وصلاحيتها للاستهلاك، والتي نفخر إحنا بأنه إحنا ننتج أفضل أنواع المرتديلات واللحوم المصنعة في فلسطين. أكيد إحنا كمان عمالنا بنشوف الرضا من المواطنين والإعجاب والإقبال بكميات كبيرة بأنه فعلا يتذوقوا كل المنتجات لكل الأصناف من اللحوم المصنعة والمرتديلا اللي عمالكم بتقدموها والشربات، يعني الناس في العالم مبسوطة فعلا، إحنا عمالنا بنلامس هذا الشيء من خلال سماع الآراء، من خلال مدى الإقبال. اليوم عمالنا بنشوف طلاب جامعة، أهالي، مواطنين، قديش أنتوا عمالكم بتقدموا فعلا أجود الأصناف لكل المستهلك الفلسطيني. كمان إحنا بنعرف في الإسلامية مش بس بفلسطين، الإسلامية مداها عالمي، فقديش أنتوا فخورين ومبسوطين بهالوجوه الطيبة اللي عمالها بتيجي عندكم وبتزوركم وفي شراء وفي إقبال للإسلامية. إحنا فخرنا بالثقة اللي يوليها الجمهور لصناعاتنا، هذه الثقة إحنا حريصين على أن نكرسها ونركزها وتصبح جزء من التزامنا الأدبي والأخلاقي في الإنتاج. إحنا بننتج في فلسطين، لنا حصة كبيرة في السوق الفلسطيني تصل لأكثر من 60% من الاستهلاك، كمان إحنا لنا حصة سوقية في الوطن العربي، نصدر إلى الأردن وإلى الإمارات العربية المتحدة وإلى السعودية، ونحن بصدد فتح أسواق جديدة في كل من قطر والبحرين وسلطنة عمان. هذا لم يأتي من فراغ، وإنما كان نتيجة جهد متواصل وخطة متماسكة ونجاح دؤوب من أجل دعم الصناعة الوطنية الفلسطينية وإحلالها مكان الصناعات المستوردة أو الإسرائيلية بشكل عام، والتي نفخر بأن نحن صرنا نكمل المعادلة، بدل ما كنا في الأول السوق الإسرائيلي استحوذ على 95% من هذه الصناعة، إحنا الآن نستحوذ كفلسطينيين على هذه 95%.
يعني يعطيكم ألف عافية. إحنا بنحكي عن وجود الإسلامية، هذا الاسم الغني عن التعريف اللي مشارك في مهرجان طول كرم الأول لزيتون. إحنا كمان بنفخر فيكم وبنفخر بهذا المنتج الفلسطيني الصنع. كل الشكر والتقدير لك، رح نصور أجواء، وشكرا كمان لكل العاملين والطاقم. في كمان إحنا تخافش علينا، إحنا من أول يوم تذوقنا وبعدين إحنا 186 صنف من المنتجات. أكيد تمام. طيب بدنا بس بعد إذنك بدنا نصور كمان لكل الأصناف من خلال الكاميرا، ولكن عندهم منتج جميل جدا، شوربة بطعم الدجاج. رح نفرجيكم كيف الشوربة. شكرا شكرا كثير لك. بس احكي لنا شو هالمنتج الجديد. هذا شوربة كتاكيت، طبعا صنف هو قديم جدا بس الناس لسه ما بتعرفه، احنا بنسوق له صرنا فترة عليه، اللي هو شوربة الكتاكيت. تستخدم على كل شيء طبعا، على الطبيخ، على الرز، على اكثر من شغلة تستخدميها. طريقة التحضير عليها من هون ما بتغلب طبعا، طريقة التحضير صنف زاكي جدا جدا، وبهارات هي جودة الخضار، صنف جديد من الشركة الإسلامية. وشوفي لنا شو رايك فيه. طبعا احنا راينا معروف من اول يوم، ما تخافش علينا، احنا من اول يوم موجودين شباب الفجر في المهرجان، فقمنا بتذوق كل الاصناف والشباب برتكن عليهم بالتذوق. شكرا كثير، يعطيكم الف عافيه. احكي لي شوي عن الاصناف اللي موجوده عندكم اليوم. اهلا وسهلا فيكم، اول شيء شرفتونا. طبعا احنا عندنا اصناف عديده وكثير، صعب نحصرها في معرض زي هيك او في خمس اصناف، بس بنحاول نشكل على اساس نفرجي الناس اكبر عدد ممكن من الاصناف. في عندك اصناف الحبش الأساسية، حبش وعجل ودجاج، وكل صنف في منه برضو عدة أنواع وعدة أطعمة وعدة أصناف عديدة كثير. هي موجودة، تفضلوا وتذوقوا، أهلا وسهلا فيكم. شكرا يعطيكم ألف عافية. طبعا بيشتغلوا من أول نفس في المهرجان لغاية هذه اللحظة ولآخر نفس. كمان عندنا منتج جديد، بس بدنا نعرف المشاهدين وكل الزائرين عن هذا المنتج. تحكي لنا شوي عن هذا المنتج من الإسلامية. يلا يعطيكم العافية، احنا بنشكر تلفزيون الفجر الجديد السباق في كل حدث، وبنشكركم على هذه الإطلالة الحلوة. وعندنا الصنف الجديد، احنا كلنا في الإسلامية عندنا صنف جديد، صنف سجق الغزاوي عبارة عن لحمة عجل مخلوطة بلحمة حبش، وطريقة عملها انه اذا كان بنعمل بطريقة انه ينغلى او ينشوى، فاهم كيف؟ واذا بيضطر بده ينكلى، ينكلى بزيت خفيف وتاكل مع الخردل، فبتكون طعمه طيب طيب جدا. فاهلا وسهلا فيكم. شكرا كثير لك، من احدى الزائرين اللي عماله بيتذوق للاسلاميه. صحة وهنا اولا، عم نستناك لتخلص تناول او تذوق المنتجات. بس بدنا نعرف شو رايك بالمهرجان وشو رايك بالاصناف اللي بتقدمها الاسلاميه. مهرجان حلو جدا جدا، ما في احلى منه، وعجبني التحف فيه وطيبين الناس، طيبين فيه. شكرا كثير لك، اهلا وسهلا. كمان يعني كنا بننقلكم الاجواء من الاسلاميه، يعطيهم الف عافيه شباب جميعا. رح نروح لشركه ثانيه بوث جديد، يعطيك الف عافيه يسعدها. فالكل مبسوط، احلى ما في الموضوع واحلى ما في المهرجان الابتسامه المرسومه على وجوه المشاركين، على وجوه الزائرين، على وجوه كل شخص موجود بالمهرجان. الكل عماله بيبتسم، الابتسامه علامه الرضا الدائمه. هابي دريمز من البوثات والشركات المشاركة، يعطيك العافية أستاذ سمير. الله يعافيك، الله يخليك يا ربي، الله يعطيكم العافية. سعد صباحكم الجميع، بسم الله وما شاء الله. احنا يعني فخورين في المهرجان، وإن شاء الله تكون ختامي خير، وإقبالي للسنة الجاية تكون ثلاث أضعاف الموجود، لأنه عندنا تفاؤل كبير، أعطتنا دفعة للمرحلة القادمة إن نكون بقوة، ومتأكدين إنه النتائج راح تكون أكثر من اللي إحنا شايفينه هون، ومتأكدين إنه التجار راح يكونوا متفاعلين أكثر، وطول كرم راح تكون أكبر وأكبر في تجارها وفي جماهيرها اللي راح يزوروا المهرجان القادم. انتظرونا في المهرجان القادم. طبعا هاي شراكة المحافظة جميعا، مش الغرفة التجارية لحالها، يعني صح من الغرفة التجارية بادرنا فيها، ولكن المحافظ وكل الشركاء اللي كانوا موجودين من تجار ومؤسسات حكومية ومحلية وشركات خاصة، كلهم كان لهم أثر وتكاتف الجهود، والإعلام خاصة أنتم مشكورين جدا. لا مش مجاملة لكم، هذا مش مجامل، هذا واقع، والحقيقة الواقع يقال أنه أنتم على قد المسؤولية وأكبر،
على قد المسؤوليه واكبر، وهذا شعار عن جد انتم بترفعوا الراس، لانه الاعلام الحقيقي اللي بوصل الرساله الحقيقيه للشارع بطبيعتها بكل الواقع الموجود فيها، بكل التفاصيل الموجوده فيها. عن جد انتم رسمتوا البسمه، لانه انتم الخط الوحيد اللي بوصل البسمه للناس اساس توصل للاماكن هاي، وعن جد انتم مشكورين. واحنا بنوعدكم انه المرحله القادمه راح تكون افضل من هيك واكبر من هيك، وان شاء الله انها تتحقق برضه على ارض خضوري. احنا في عندنا ارض المعارض موجود للغرف التجاريه، ولكن بنوعدكم انها تتحقق برضه اذا كان في نصيب ان نعملها على ارض خضوري بالشكل الكبير اللي احنا محضرين له السنه القادمه. احنا انطلقنا مش راح نوقف الى ما شاء الله، وبنوعدكم اليوم راح تكون ختامها مسك، راح يكون عندنا جوائز كبيره واغلى من اللي احنا واعدين الاحباب فيها، والزوار اللي راح يزوروا المحافظه كان من داخلها او من خارج المحافظه. احنا بنوعدكم انه تطلعوا راضين ومبسوطين، وكوا مهرجان اول راح يكون صوره مصغره عن المهرجانات القادمه، وتاكدوا راح يكون افضل وافضل، ومصانعنا راح تكثر كان على المستوى الزراعي وعلى مستوى الصناعي وعلى المستوى التجاري. بنوعدكم للافضل بتكاتف الجهود وبالاخلاص بالعمل زي ما حصل عندنا بالصوره المصغره، واحنا بنقول هاي صوره مصغره، تاكدوا مش الصوره اللي بنطمح لها، احنا رايحين على الصوره الكبيره اللي راح تكون جميله بالتكاتف الجهود وحط الايد بالايد، وراح نكون اقوى مع بعض. احنا كوسيله اعلاميه بنفخر بالمواطن الكرمي، بنفخر بهاي الشهاده، احنا شهاده نعتز فيها اولا، احنا بنعمل جاهدين لارضاء، وانتم زي ما بنعرف احنا او بنحكي احنا راس مالنا كوسيله اعلاميه المواطن الكرمي نوصل الصوره والرساله بشكل صحيح. كمان من الاراء اللي اخذناها امبارح وعرفناها انه الناس مش حتصبر للسنه الجاي، الناس بدها كل شهر يكون في مهرجان زي هذا المهرجان، الناس مش حتصبر للسنه الجاي، فهاي يعني نقطة لازم تحسبوها صح. طيب بدنا نحكي عن هاب دريمز اليوم، شكرا للكلمات الرائعة اللي حكيتها، بدنا نحكي عن هاب دريمز في المهرجان، أهم الأصناف اللي بتقدموها وموجودة. هاب دريمز هو 24 ساعة متواصلة، كان احنا متأكدين قديش انبذل فيه تعب، ولكن هذا ثمرة التعب، ما حدا راح يندم على هذا الحكي، بالعكس هذا دافع ان نطور ونكبر. السنة القادمة حضروا حالكم راح يكون مضاعف ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا كثير لك، شكرا 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 للاستاذ سمير من هاب دريمز. يعني استاذ سمير ما شاء الله عليه، يعني وضح كل الكلام وكل الحكي اللي لازم ينحكى بحق هذا المعرض ونجاح هذا المهرجان. رح نيجي على بوث ثاني وشركة ثانية، شركة فلسطينية وطنية، شركة زيتا. زيتا طعمي بيحكي، اول شيء تعرفيني عن نفسك وشركة زيتا، ايش اهم الاصناف اللي عمالها بتقدمها لكل المستهلك الفلسطيني وكمان في هذا المهرجان لكل الزائرين؟ اهلا وسهلا فيكم، معاكي مرام منا. اهلا وسهلا فيكي. انت سالتي عن اكثر منتج يعني مستهلك ولا بننتجه؟ يعني احنا تقريبا عندنا 170 منتج بالشركه، عندنا مصنعين، مصنع خيار وزيتون ومخللات، ومصنع تاني عندنا صلصات اللي هو مايونيز وكاتشب، وطبعا احنا حاصلين على شهاده الايزو، عندنا مختبرات جوده ومطبقين المعايير الجوده، وان شاء الله خير. شو رايك بشكل عام بالاجواء والناس واقبال الناس على المهرجان وبتعرفوا على الاصناف اللي عملكم بتقدموها؟ يعني بصراحه المعرض كويس كتير، وفرصه للمنتج الفلسطيني يبين، وانه اهل طول كرم بالذات يعرفوا انه بالمنطقه هذه في مصانع يعني كويسه وكواليتي عاليه وبتنافس المنتجات الاسرائيليه. شكرا كثير لك وموفقين. شركه زيتا، زيتا طعم بيحكي. رح نروح لشركه ثانيه، ولكن مدى رضا المواطن الكرمي والزائرين لهذا المهرجان رح نروح لشريك موجود معنا في المهرجان، استاذ محمد شقير من عزيزه. عزيزه اسم يعني ما شاء الله عليه رائد. بدنا نحكي شوي عن وجودكم ومشاركتكم بمهرجان طول كرم الاول للزيتون، عن اقبال الناس وتذوق كل الاصناف اللي بتقدموها من الدجاج. يسعد مساك ريهام ويسعد مسا المشاهدين. احنا بشركه دواجن فلسطين يعني كانت مشاركتنا او رعايتنا لهذا المهرجان خلينا نقول داعم لموضوع الزيت والتوعيه اكثر عن الزيت الفلسطيني بشكل عام، وخاصه الكرمي، الزيت الكرمي خلينا نقول بشكل خاص. احنا بالجناح اللي عندنا هون عاملين عروض خلينا نقول وحمله تذوق كمان، يعني في عندنا هون جناح مقلي بيطلع حاليا طلاب الجامعه مثلا موجودين بجامعه خضوري، بالليل بيكون في عائلات موجوده ضمن المهرجان،
ففي تنوع خلينا نقول بال 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 بالمستفيدين صحيح بالزوار. بدنا نحكي شوي اكثر شو مدى اعجابكم باداء المهرجان بتوافد مثل ما حكينا كل شرائح المجتمع، شو مدى اعجابكم ورضاكم عن فعلا الصوره اللي خرج فيها هذا المهرجان؟ الصورة يعني أنا باخذ أمرار من فيدباك كمان من المشاركين أو من الناس اللي بزورونا والناس الخارجيين، يعني لأنه بحكم إنه شاركنا بأكثر من معرض خلال السنة، بس ما شاء الله المعرض ممتاز، في سواء بالتنظيم كان كويس، الزوار كانوا جدا ممتازين، كمان طبيعة أهل طول الكرم جدا حبابين بصراحة. شكرا شكرا هاد من ذوقك، شكرا كثير لك أستاذ محمد شكير من عزيزة، يعطيكم ألف عافية موفقين دائما. الشباب ما شاء الله عليهم أكيد تذوقوا كل الأصناف اللي عملكم بتقدموها، كثير كثير إحنا عندنا شركات مشاركة، من هاي الشركات أكيد للبنوك حصة كمان موجودة بهذا المعرض، البنوك عندها كتير من العروض اللي بتقدمها، كتير عندها من الهدايا اللي بتقدمها، عم بتعرف الطلاب بتعرف الزائرين على البنوك على كل بنك وشو المزايا اللي بيقدموها، الشباب عمالهم بيتصوروا مع الأطفال. طيب البنك الوطني عندهم حساب توفير الأطفال اسمه خطوتين، عندهم شيء مميز رح نتعرف عليه كمان. أكيد مشاهدين عبر البث المباشر متواصلين وإياكم في تغطيتنا المستمر لمهرجان طول كرم الأول للزيتون. احنا حاليا عند البنك الوطني مثل ما حكينا، عندهم أكيد العديد من الحملات، بدنا نحكي شوي بما أنه الأطفال موجودين حاليا شو أهم عرض عاملينه؟ خطوتين أو خطوتي عفوا، حساب توفير الأطفال، بدنا نحكي عن مشاركتكم كمان بالمهرجان، تعرفني عن نفسك أول شيء. أهلا وسهلا، أنا زياد جاد الله موظف بنك وطني فرع طول كرم. طبعا احنا هنا مشاركين بمهرجان الزيت عمود البيت، ومتوفر عندنا بشكل رئيسي حملة خطوتي اللي هي بتستهدف بشكل اساسي الاطفال بهذا العمر، حسابات القصر اللي بتدخل على السحبات الشهرية على 200,000 شيكل من خلال فتح حساب التوفير من عندنا في البنك الوطني فرع طول الكرم او اي فروع، احنا متواجدين في معظم المحافظات بقيمة 200 دولار او ما يعادلها بالعملات الثانية. أكيد إحنا من بما إنه المهرجان هو بيكون الزائرين له هو أفراد العائلة الكبار والصغار، كمان الصغار لهم لفتة جميلة جدا بين هاي الحملة، حملة خطوتي، الأطفال الأهالي بيقدروا هم جايين على المعرض يفتحوا حساب بالبنك الوطني لأطفالهم بشروط معينة بسيطة جدا بوجودهم من هذا المعرض. رح نحكي كمان مع دينا. دينا صباح الخير من البنك الوطني، يسعد صباحك، بدنا نحكي شوي أكثر عن مشاركتكم بمهرجان طول كرم، المهرجان طول كرم الأول للزيت.
سعد صباحك ريهام، سعد صباحك تلفزيون الفجر كمان. احنا اليوم مشاركين بمهرجان زيت عمود البيت في مدينة الكرم. طبعا احنا هذا البوث مثل ما شايفين هو للبنك الوطني، بيمثل عندنا هون اهم شيء. هلا عندنا احنا شغالين عليه حساب خطوتي توفير، هو حساب للاطفال. تمام، آلية اشتراك بهذا هاي الحملة انه بنفتح حساب بقيمة $200، ندخل على جائزة شهرية 200,000 شيكل، وعندنا جائزة اسبوعية لابتوب نت كتابي. تمام، بدنا نحكي يعني اي زائر بيجي مع اطفاله بيقدر مباشره يفتح من هون من البوث حساب، ما في داعي انه يتوجه للبنك. احنا اليوم في اخر يوم ايام المهرجان بنوجه رساله لكم انه استغلوا الفرصه، جيبوا اطفالكم وافتحوا لهم حسابات بالبنك الوطني. اخر شيء، شو رايكم بالمشاركه بشكل عام؟ والله المهرجان كثير رائع وكتير حلو بصراحة، يعني الواحد بتعرف على ناس جديدة وبتعرفي جمدة شركات مهمة. يعني احنا بنقول بسوق سوق الكرم وزوار حلوين، وان شاء الله من تقدم لتقدم لمدينة الكرم طبعا. ان شاء الله، شكرا كتير لكم، موفقين بكل الخدمات اللي عمالكم بتقدموها. رح نصور شوي لو سمحت على الطلاب، عمالهم بيغنوا الوان العلم الفلسطيني. أسود بلاك، أبيض وايت، أخضر جرين، أنا بحبك يا فلسطين. وإحنا أكيد كمان بنحبكم كلياتكم ما شاء الله عليهم. طيب رح نتواصل وإياكم في العديد من الشركات اللي موجودة في المهرجان. رح نحكي لهني للعسل ومنتجات النحل، الكل عماله بيتذوق لحتى يتعرف على هذا المنتج من الأصناف المختلفة من العسل. يعطيك ألف عافية الأستاذ عصام، رح نعمل معاه. طيب خلينا نتوجه للأستاذ عصام لحتى نتعرف أكثر على هاني للعسل والمنتجات. وكمان من المشاركين معنا عبالنا يخلص الأستاذ عصام، بدنا نحكي مع المواطنين على مدى رضاهم وإعجابهم بالمهرجان ومشاركتهم بالمهرجان. طيب مرحبا، صباح الخير بري. صباح الخير، الله يسعدك. احكي لي شوي شو رأيك بالمهرجان، وشو رأيك بزيارة المهرجان والشركات اللي موجودة، شو مدى رضاك عن المهرجان؟ والله أنا أول مرة باجي على مهرجان زي هيك في مدينة طول كرم. للأمانة أنا اليوم أول مرة باجي وتفاجأت يعني بضخامة هالمهرجان، يعني إشي جميل وإشي مرتب منيح، والله يوفق الجميع. شكرا كثير لك، احنا بنفخر فعلا. هو يمكن الخطوة الأولى للخطوات الثانية الأكبر الأنجح والله أضخم فعلا اللي راح تكون موجودة عندنا في طول كرم، لأنه هي طول كرم نبض شريان الحياة في فلسطين. طول كرم بتتميز دائما وأبدا بأنه هي أهل الكرم والخير. إن شاء الله يا رب نكون على قد هاي المسؤولية وعلى فعلا نكون قدها وقدود. طيب هذا المهرجان راح نفرجيه لكم شوي أجواء التذوق بهاني للعسل. عندنا أصناف كثيرة من العسل، في عندنا الجوز، في عندنا أصناف تانية. طيب طيب على عماله بيصور، صباح الخير، الله يسعدك يا ربي. بدنا نحكي شوي عن هاني وعن المشاركة في هذا المهرجان وأهم الأصناف اللي بنقدمها بهذا المهرجان. احنا بنقدم جميع أنواع العسل الطبيعي حسب كل العسل حسب المنطقة الموجود فيها، بالإضافة لحبوب اللقاح والعسل بالجوز والمكسرات. طبعا تشكيل منيح الحمد لله منيحه، بالنسبه للمهرجان ممتاز كثير وما شاء الله اقبال منيح عليه. طيب بدي تحكي لي عن هذا الصنف من العسل. عسل المكسرات، هذا عسل مع الكزحه، هذا حبوب لقاح مادي بنتجها النحل، بروتين طبيعي مفيد للرياضيين، منشط للذاكره. هاي البروبليس اكبر اقوى مضاد حيوي موجود مصنع بيستخدموه الاشخاص العاديين. أكيد موفقين دائما هني للعسل وكل المنتجات للعسل. شكرا كتير لكم، يعطيكم ألف عافية. كمان مراد، صحة يا مراد. مراد شو رأيك بالمهرجان؟ ممتاز، رائع، صحة صحة وهنا. كمان أجواء حلوة، الكل موجود، الكل مشارك. طيب كمان بدنا نحكي مع من الزوار للمهرجان، احنا بنحكي عن أفراد العيلة كلياتهم. ياسمين شو رأيك بالمهرجان؟ حلو كتير، مجنن، رائع، يعني أجواء حلوة، الابتسامة موجودة، إشي موجود. فكرة كتير حلوة وجد بشجع عليها. شكرا شكرا يا ياسمين. أكيد أحلى ما في الموضوع إنه الكل عماله بيشوف الأصحاب والأهل والأصدقاء. أبو صامد يسعد أوقاتك كلياتها. بدنا نحكي شوي شو رأيك بهذا المهرجان، قديش هو تعب وجهد كانوا الكل عماله بيشتغل مثل خلية النحل لحتى يكون في فعلا نتيجة واضحة جميلة جدا، منتجات وطنية
مهنية فلسطينية بتقدم أفضل وأجود المنتجات للمستهلك الفلسطيني وخاصة لأهالي مدينة طول كرم. وإحنا بنحكي عن مهرجان طول كرم الأول للزيتون، أول خطوة لثبات النجاح ولثبات أنه فعلا المنتج الفلسطيني هو المنتج الرقم الأول في كل الأسواق الفلسطينية. يعني ولا شيء، الشجرة المباركة الزيتون فعلا يعني في شركات رائدة في فلسطين. أنا يعني بجوز للوهلة الأولى أنه أنا معتقد أنه وضع يعني عادي، لا كان شيء مميز في الجودة والنوعية وتضاهي كل يعني القضايا اللي كانت ممكن تكون مطروحة، إلا أنه المعرض فعلا في ترتيبه في نظامه في إشرافه وكمان في تغطية الفجر يعني تلفزيون الفجر، هذا مميز فعلا نقلة نوعية على مستوى فلسطين إعلاميا، وهذا نجاح المهرجان بشكل كبير. كل يعني الشركات الفلسطينية جودتها عالية، وهذا المهم أنه يعني مشكورين إخوتنا بالغرفة التجارية وأخونا نهاد صبح اللي أشرف على هذا الأمر والمهرجان بشكل كبير، الغرفة التجارية والمحافظة والخضوري والإعلاميين، وفعلا يعني مميز بالنجاح الباهر اللي أنه فعلا الأعداد كبيرة، كثير كانوا توقعوا أنه ما نكونش يعني في إقبال جماهيري، لأنه الحمد لله رب العالمين إقبال رائع وفي تسويق جدي وحقيقي لسوقنا. إن شاء الله بكون السنة الجاي أفضل وأحسن للأمام إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا كثير لإلك، هاي شهادة أكيد بنعتز فيها. الطلاب كلياتهم عمالهم بيجوا لحتى يتعرفوا على المهرجان، الكل سمع عن مهرجان طول كرم الأول للزيتون، يمكن اللي ما صح له يجي اليوم الأول ويجي يوم الثاني، اليوم موجود بالمهرجان، مهرجان طول كرم الأول للزيتون. عم نحكي كمان عن أهم المنتجات من أنواع النباتات الداخلية وعن المنتجات من كلية الزراعة والطب البيطري جامعة النجاح الوطنية. رح نحكي مع الدكتور، يعطيك ألف عافية. أول شيء بدنا نحكي شوي عن أهمية مشاركتكم بهذا المهرجان، إنتاج الطلبة، شغل وجهد دراسة وتعب، عم بنقدم المنتجات والتعب اللي بيتعبوا الطلاب بيكون عن نتيجة بحث، نتيجة دراسة وتجربة، عم بنشوف مجموعة من المنتجات الغذائية مقدمة لكل المستهلك الفلسطيني ولكل الزائرين اللي جايين على المهرجان. أول شيء نحكي عن المشاركة وكمان عن أهم الأصناف اللي موجودة حاليا. شكرا لكم ويسعد صباحكم. احنا بالنسبة لنا هنا أهمية المشاركة تنبع من شيء بسيط، انه نفرجي منتجنا، الكلية شو دورها بالمجتمع المحلي، طالب شو دوره، شو في إمكانية عمل الطالب. فجميع المنتجات اللي انتم شايفينها هي من انتاج كليتنا. احنا عندنا مزرعه هون تابعه لكليه الزراعه والطب البيطري اللي تابعه لجامعه النجاح الوطنيه، كمان عندنا مزرعه في النصاريه. الطالب عندنا زي ما بتعرفوا في الجامعات الطالب عنده شك نظري وشك عملي، فعشان هيك احنا عندنا قسم التصنيع الغذائي احدى طالباتنا، وعندنا قسم الانتاج النباتي وكنا قسم الانتاج الحيواني، واكيد عندنا طب بيطري، لكن الطب البيطري انت عارفه شغله علاج والى اخره. فاحنا هون بنفرجي المنتوج كله، جميع هاي المنتجات هي من عنا من خلال تم إنتاجها في مزارع الكلية تحت إشراف أكيد مختصين وطلاب. يعني أعطيك مثال، أنا هون عنا الأصناف اللي موجودة حاليا من إنتاج الكلية. نعم. ونتاج تعب وجهد الطلاب. إحنا شايفين عنا صنف اللبنة، صنف الجبنة، صنف المربى، بدنا نحكي عن كل صنف موجود وأهم شيء الخضروات. تمام. إحنا عنا زي ما أنتم شايفين هون إحنا عنا زيت زيتون، هذا من إنتاج برضو الكلية. عنا أشجار الزيتون، الأهمية الزيت تنبع أنه من طريقة القطف، من طريقة التخزين، من طريقة النقل، طريقة التعبئة، هذا إحنا منعبيه بزجاج ساعة معينة 400-450 مل، بكون مفرغ بطريقة صح، مفلتر بطريقة صح، وهو من إنتاجنا. عنا كمان غير الزيت عنا نوعين من انواع اللبن، عندنا اللبن العادي هاي المنتجنا اللي بالسوق، وطبعا احنا يعني الجوده نهتم بالجوده والنوعيه اكثر من السعر، لانه انا بهمني الطالب يتدرب، لكن لا يعني انه انا ما استفيدش من المنتوج تبعي 100%. فعندي نوعين اللبن العادي واللبن اللي في الزيت، عندنا كمان جبنه
بقدر انا اخذ. تمام. كمان في عندنا كثير من الاصناف المخللات واصناف الزيتون، كمان عندنا الخضروات اللي مزروعه بدون اي مواد، كمان بتقدروا تيجوا وتتذوقوا طعم الجبنه وطعم اللبنه لحتى تشوفوا بعينكم. بتقدروا تشتروا كمان من كلية الزراعة والطب البيطري جامعة النجاح. طب بدنا نحكي شوي عن هاي الخضروات، رح أخلي هاي على جانب مبدئيا. بدنا نحكي عن الخضروات، كان في شيء مميز تميزت فيه جامعة كلية عفوا الزراعة والطب، بدنا نحكي عن نوع الكوسة. هذا مميز، هذا الصنف أو هذا النوع من الخضروات هو الكوسة. يمكن نستغرب الشكل، ولكن بدنا نحكي إيش الإشي اللي بيميزه، أو كيف قدرنا فعلا نحصد ثمار زراعة هذا النوع أو هذا الصنف من الكوسة. تمام. إحنا زي ما أنت عارفة في يعني زملاء كثير درسوا خارج الوطن، هاي الأنواع موجودة في العالم. فزميل إلنا اللي هو الدكتور توفيق كبج حصل على البذار من كندا وجينا هنا زرعناها عندنا وأنتجت عندنا، تتميز بطعم 100%. هاي المحصول نزرعه إحنا عندنا مزرعة تانية في النصارية، طعمها زاكي جدا. اكيد باوروبا ما يعني طريقه الطبخ مش زي عندنا، محاشي مش المحاشي طبعا، واكثر شيء هي الشوربات والاخري مع المعكرونه سلطات 100%. فهي الشيء الحلو فيها انه طعمها زاكي واللون غريب علينا. اعطيك مثال ثاني. طيب زي مثال ثاني اللي هو اتوقع هذا الصنف كمان من الخضر، كولورابي اسمه. حكوا لي الصبايا انه طعمه بيشبه طعم الشمندر او الكرافس، كمان بنقدر نستخدمه مع ممكن ناكله ني زي هيك او مع الشربات والسلطات. اكيد اصناف كثيره رح نسلط الضوء عليها من خلال متابعتنا. اخر صنف ممكن نحكي عنه هو الخس. خس الملون، هذا جديد نزل على السوق، نفس الكلام يعني هو شغله. دائما احنا بنحاول نفرج كل شيء جديد انه نعطي مجال للمستهلك يختار، لانه لما تكون تعمل صحن السلطه، صحن السلطه عندنا مش زي برا، فاحنا بنحاول نعدل ونشكل بالالوان اللي تكون فاتحه للشيء وبرضه يكون في فائده للمواطن. شكرا كثير لكم كليه الزراعه والطب البيطري، موفقين دائما وابدا. اكيد احنا بنحكي عن تعب الطلاب، بيتم الاستفاده منه، ما بيروح هباء منثورا. بنحكي عن كمان بعيدا عن الزراعه والمنتجات الغذائيه، عن عالم الاخشاب. هاي المنطقه اللي نالت اعجاب الجميع واعجاب كل الزوار، وخاصه انه كان في عندنا فكره سحريه لحتى نجذب كل الزائرين من الصغار الكبار الشباب والصبايا. هي منطقة التصوير المجانية، عالم الأخشاب. نحكي عن هذا المشروع سريعا جدا، كيف أو مدى أهميته أو مدى نيل إعجاب الزائرين، وعن أهم الأصناف اللي عملكم بتوفروها من الأخشاب. الحمد لله والزوار يعني بشكل مش طبيعي إقبالهم بالذات على منطقة التصوير اليوم، وبمناسبة أصلا اليوم وآخر يوم عاملين توزيع جوائز بشكل كبير، وعاملين خصم بنسبة 50% بعد الساعة 4، يعني من الساعة 4 للساعة 8 خصم 50% على كل شيء متواجد عندنا في المعرض. حلو، هذا عرض مهم جدا عمالهم من عالم الأخشاب بوجهه لكل الزوار. بعد الساعة 4 المساء عندهم خصم 50% لعالم الأخشاب لكل الأصناف الموجودة والمتوفرة بالمعرض. أكيد إحنا حكينا مطولا عن عالم الأخشاب، كنا دائما عمالنا بنعرفكم عن عالم الأخشاب، موفقين إن شاء الله. خشب الزيتون، شجرة الزيتون أكيد عماله بينتج أجمل وأروع التحف أو ممكن الكراسي وما إلى ذلك. طيب رح نحكي كمان عن زاوية تانية من المعرض، بنحكي عن زاوية وزارة السياحة والآثار والكرم. عم نحكي عن كثير من المنتجات اللي بنقدمها، بنحكي عن الحرف الفنية والصباريات. رح نحكي مع مشاركة بزاوية وزارة السياحة. أول شيء يعطيك العافية، تعرفيني عن نفسك وتحكي لي شوي عن زاويتك وكل المنتجات اللي عمالك بتقدميها. اهلا وسهلا فيكم، انا شيرين خريع من طول كرم. طبعا اليوم مدعوين مع وزاره السياحه، انا اشغل يدويه، بشتغل اكسسوارات حرفيه، بشتغل مطرزات بكل تفاصيل المطرزات، موديلات عصريه وموديلات تراثيه قديمه. هلا كمان عندي مشروع صباريات ورسم على الزجاج، تصميم اكسسوارات بكل انواعها، كله شغل يدوي الحمد لله، يعني كله بإتقان الحمد لله، إشي مميز، والكل دائما بميز شغلي وبطريقة عرضه. عندي كمان موديلات جديدة اللي هي اكسسوارات السيارة بالكريستال وبالفرو ستيرينج السيارة، والحمد لله برضه في لها تميز إن شاء الله دائما بيكون موجود.
واهلا وسهلا فيكم، شكرا كثير لكم. ان شاء الله، شكرا كثير لك. اجمل ما في هاي الزاويه، هاي التحف الفنيه كلياتها اللي عمالنا بنشوفها، هاي المنتجات اليدويه، هي يدويه بايدين الصبيه. يعطيك العافيه شيرين، شكرا كثير لك. فعلا دقه واتقان في العمل وانتاج الاكسسوارات وكل الاشياء اللي بيحبوها الزوار والرائدين للمهرجان. كمان من المشاركين تحت زاويه وزاره السياحه، يعطيك الف عافيه. بدنا نحكي عن شغل الفسيفساء، السيراميك، اعمال فنيه بنشوفها. اول شيء نحكي عن المشغولات اليدويه اللي موجوده معنا اليوم، عن مشاركتك في هذا المهرجان، بعد ما تعرفني عن نفسك. اهلا وسهلا فيكم، رأفت خطيب، بشتغل في مركز الفسيفساء ريحة. طبعا مركز الفسيفساء تأسس سنة 2000، بنشتغل بعدة تصاميم، يعني بنشتغل في الفسيفساء، كمان بالإضافة بنشتغل في ترميم المباني القديمة، بالإضافة للرسومات اللي انت شفتوها على الموجودة على السيراميك. طبعا الفسيفساء بتم شغله، أول إشي بنطبع التصميم اللي احنا بنشتغل عليه، بالإضافة بنختار الحجر او الالوان الموجوده بالضبط. فلسطين فيها بحدود تقريبا 23 لون من الالوان الطبيعيه، بتم تقطيع الفسيفساء بهذا الشكل. تمام، حنفرجيكم حاليا كيف بيشتغلوا الشباب، لحتى في دقة، في إتقان، في يعني تأني بموضوع تقطيع الحجر لحتى فعلا يخرج معنا أحجام مثل الأحجام اللي إحنا حابين يكون معنا اللوحة الفنية اللي إحنا حبينا نختار. هلا بخرج معنا مكعبات مربعة، بعد ذلك بتم تقطيع هذه المكعبات بالشكل اللي احنا حابين انه يخرج فيه، وبعديها بنكون هاي اللوحة الفنية اللي احنا ممكن نخرجها من السيراميك. احنا اكيد رح نيجي ونعرف المشاهدين اكثر واكثر عن هاي الزاوية. شكرا كثير لك، يعطيك الف عافية. موفقين في زاوية السيراميك والخزف وكثير من المشغولات اليدوية الفنية اللي موجودة معنا. يمكن طولنا على المشاهدين. طيب، عن كثر المدن الفلسطينيه بكل انواعها، يعني بكل اتجاهات المدن الفلسطينيه، كان اكثر من كتيب، يعني كنا نقدمها للمشاركين والمدعوين ولكمان للمدارس. كانت هي بتعرف عن كل المدن، لمدينه طول كرم، لمدينه فلسطين، يعني لكل مدن فلسطين بكل زواياها. شكرا لشيرين. اكيد شيرين نوهت لنا عن شغله، عن الكتيبات اللي موجوده في زاويه وزاره السياحه اللي بتحكي عن المدن الفلسطينيه. مرحبا يا هيا، كيفك؟ شو اخبارك؟ لمة صبايا طول كرم، يعني شو رايك بهذا المشروع او بالمهرجان، مهرجان طول كرم الاول للزيتون، وشو رايك بشكل عام عن النجاح، عن الشركات اللي مشاركه، عن الاجواء كلها؟ هلا هو شيء كثير حلو، انا كثير مبسوطه انه في بطول كرم وجهه للعائله كامله، مش بس حتى للكبار، وانه الاطفال ما في لهم شيء يعملوه، فانه في وجهه للعائله كامله، حاسبين حساب الاطفال بعروض وزوايا لهم. يعني دعايه كثير حلوه لكل حدا موجود، بالذات انه كل بوث معمول بطريقه كثير مرتبه متعوب عليه، فانا كثير مبسوطه انه في شيء زي هيك، ونتمنى يتكرر وينعاد ان شاء الله. شكرا كثير لك هيا، اهلا وسهلا فيكي وفكل الزوار. يعني احنا بنحكي عن شيء مهم، انعمل بجهد متكامل من كل القائمين على هذا المهرجان. في اخر زاويه رح نفرجيكم اياها، نعرف احنا يمكن استهلكنا وقت طويل لكل المشاهدين، ولكن قديش في عندنا فعلا منتجات واصناف وطنيه فلسطينيه لازم انه نسلط الضوء عليها اكثر. مهرجان طول كرم الاول وجهه لكل الافراد، العائله الصغار والكبار. احنا بلشنا الساعة 11 ما قبل الظهر، رح نضل واياكم للساعة 8 مساء، في فعاليات خارجية كمان للأطفال، رح نحكي مع زاوية ثانية. طيب بدنا تعرفينا أول شيء عن نفسك وعن المنتجات اللي بتقدم. يسعد صباحكم، احنا شركة الثمار سوسن صوافطة، احنا طبعا اليوم مشاركين معكم اليوم الثالث على التوالي. احنا اليوم بنقدم اللبنة بكافة اشكالها، مقدوس، زيتون بالخضار. طبعا نتمنى اليوم تزوروا الزاوية، بما انه اخر يوم إلنا موجودين في طول كرم، اليوم راح يكون عندنا عروضات على المنتجات. اهلا وسهلا فيكم. اهم الاصناف سريعا اللي متوفرة معنا، اهم الاصناف عندنا المقدوس، لبنة بالزعتر، لبنة بالشطة، لبنة حبة البركة، زيتون بالخضار، في عندنا الخلطات الحارة اللي بتشهي واللي تعتبر من اهم الاصناف اللي بتكون موجودة على المائدة.
شكرا كثير لك موفقة معنا. كمان عندنا من الزوايا الأخرى للمشغولات اليدوية عندنا الخشب، إقبال الصبايا بشكل رائع جدا. عم بنشوف الصبايا عمالهم بنقوا بأصناف مختلفة من هاي المشغولات الفنية من الخشب. بدنا تعرفينا عن نفسك وعن الزاوية لإلكم وعن أهم الأشغال اللي بتقدموا. أهلا وسهلا، إحنا تحف أبو الورد من جنين، عبارة عن مشغولات يدوية بالخشب، منه خشب الزيتون منه الخشب الصناعي العادي، كتابة على الخشب حسب الطلب، وطبعا التصميم حسب الناس شو بتختار. شكرا كثير لك، شكرا اكيد لكل المشاركين والمشاركات. حاليا احنا حاولنا نجمع لكم مجموعه من المشاركين في مهرجان طول كرم الاول للزيتون. احنا عم بنشوف الابتسامه مرسومه على كل المتواجدين وايانا في هذا المهرجان، صغار كبار كل افراد الاسره متجمعين وموجودين لحتى يقضوا اجمل واحلى الاوقات في هذا المهرجان. كل شخص في له زاويه مخصصه له بمختلف الانتماءات ومختلف الأغراض أو الاحتياجات لكل شخص موجود في من كل أفراد الأسرة. بهيك رح ننتهي بفقرتنا حاليا عبر البث المباشر، رح نضلوا إياكم في تغطية مستمرة بعد قليل إن شاء الله لحتى نفرجيكم أجواء مهرجان طول كرم الأول للزيتون. خلوكم معنا.